تحية لكم وأهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم تتابعوننا عبر منصات هنا لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي. ترخي الحرب الإسرائيلية على لبنان بتداعياتها الكارثية على قطاع المطاعم طبعا، وكما اعتدتم مشاهدينا أن نلقي الضوء على تداعيات الحرب على مختلف القطاعات التي تتضرر بفعل العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في الجنوب، القرى والبلدات الجنوبية على البقاع وقراها وبلداتها ومناطقها، وأيضا على الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض المناطق المتفرقة إن كان في العاصمة بيروت أم في مختلف المناطق. للأسف مشاهدينا التداعيات كارثية جدا على مختلف القطاعات، ومن القطاعات التي تتعرض اليوم لأضرار فادحة إن كان في المناطق المستهدفة وفي مناطق غير مستهدفة هو قطاع المطاعم. هناك العديد من المحال المطعمية والمطاعم مهددة بالإقفال ومهددة بالإفلاس ومهددة بتكبد الخسائر الفادحة. سنعرف أكثر عن هذه التداعيات مع أمين سر نقابة المطاعم إتيان. يعطيك ألف عافية. بدنا نعرف منك اليوم، كتير مطاعم بجنوب وبالبقاع عم يشكوا، في مطاعم انكسفت، في مطاعم موجودة بمباني انكسفت، بدنا نعرف أكثر. هولي خلص ما بقى يرجعوا يفتحوا بغير مناطق، شفنا صرخة عم تطلع انه هول المطاعم بدهم يرجعوا يكفوا ولكن ما قادرين يفتحوا بهيدي المناطق، معقول تساعدهم النقابة مثلا ليرجعوا يفتحوا مثلا ضمن بيروت بمناطق أكثر أمانا؟ أول شيء الله يساعد العالم تضررت. نحن از نقابة المطاعم عندنا 80-90% من المحلات سكرت بالجنوب بالبقاع، في ناس كسروا محلاتهم كلهم. كل حدا قادر هو يرجع بده يرجع يفتح محل، فينا نحن نساعد بطريقة لنساعده ليرجع يبني محلاتهم، لأنه ما بنقبل نحن محل يسكر وقادرين نرجع نفتحه وما نفتحه. بيروت خسرنا 80-90% كمان من الزبونات تبعها، المحلات مسكرين. عندك بالضاحية الجنوبية 100% من المطاعم تسكرت من سبب العدوان الإسرائيلي على الضاحية، وعندك بكل بيروت 70% من المحلات ما عم يفتحوا، واللي عم يفتح بوقت قليل بدوام جزئي بدوام واحد لأنه ما قادرين يفتحوا كل النهار. ومع الليل القصص اللي عم تصير بالليل والقصف اللي عم بيصير، كل العالم ما عم بيحبوا يضلوا ببيروت، عم بيفلوا من بيروت، وهذا مأثر على الاقتصاد بشكل كبير، لأنه مثل ما بتعرف أنه السياحة والمطاعم هي من دورة الاقتصادية. هالحرب خسرتنا لهلأ شيء 4 مليار دولار بين خسارات مباشرة وغير مباشرة على القطاع السياحي، وخاصة بالعاصمة بيروت وبالضيعة وبالجنوب بالبقاع. طيب اليوم إذا بدنا نحكي شوي عن البدائل، يعني اليوم إذا شوي بدنا نرجع نحرك هيدا القطاع، إذا بدنا نرجع نرجع الثقة للناس، أكيد اليوم في عدوان لا شك، ولكن اليوم لا يزال في بعض المناطق الآمنة. كيف ممكن تكون خطة النقابة لإعادة إحياء هيدي المطاعم اللي بعدها موجودة بمناطق آمنة أو شبه آمنة على الأقل لترجع تحركها؟ يعني اليوم ممكن نعمل برنامج معين، ممكن نعمل اجتماعات بالنقابة، خبرني أكثر. هلأ عنا كتير مناطق آمنة مثل برمينا، جوني، البترون، عم بكون فيها نقاش، دبي، عم بكون فيها عالم عم بيروحوا على يروحوا على المطاعم. ببيروت بالوقت الحالي ما في نهار، بننطر انه يكون يوقف العدوان الاسرائيلي على البلد، شوي شوي بنرجع الاقتصاد، بنرجع العجله الاقتصاديه، بنرجع سائل العالم يرجعوا على بيروت. بس بدنا شويه يعني يوقف الوضع، بدنا شهرين ثلاثه ليرجع يوقف القطاع على اجري، يعني لديسمبر انا بقول اذا ان الله رد وقف العدوان قريبا، ديسمبر بيرجع بيقلع شوي شوي بس ما بيقلع 100%. الخسائر كتير كبيرة على القطاع الاقتصادي، في كتير ناس وقفوا شغل، في ناس سافروا، في ناس سكروا محلاتهم لأنه ما بدوا يضلوا بهالفترة وبهالوقت.
ففي كتير نحن موظفين عنا سافروا، خسروا بيوتهم، خسروا محلاتهم، ضياعهم. هذا كتير بأثر على نفسية الشخص. أكيد هذا كنت بدي أسألك عم عنه. نشتغل عليه، يعني عم نشتغل على كل العالم بالفترة اللي قبل، أول ما بلش العالم يظهروا من الضاحية، في كتير موظفين عنا قدرنا زبطنا لهم بيوت ليقدروا يعيشوا هن وعائلتهم بكرامة، ويقدروا يرتاحوا ليقدروا يجوا على الشغل مرتاحين، لأنه هيدي كمان الموظفين تبعنا هن سفرة تبعنا، سو على طول بدنا نكون نحن عم نهتم فيهم لنقدر نكفي سوا. حلو كتير. اليوم عن موضوع الموظفين وقد انتم عم تحاولوا تدعموهم بهذه الظروف، خاصه اذا كانوا هن بالمناطق المستهدفه، ولكن اليوم قد ايه انتم قادرين تضلكم صامدين؟ يعني اليوم ما عم بيكون المدخول بطبيعه الحال مثل ما كان بالسابق، ولكن يعني اليوم قد ايه قادرين انتم تحافظوا على الموظفين؟ طبعا في موظفين عم تقلي فلوا، في موظفين سافروا بفعل الحرب والنزوح. طيب اليوم في موظفين بعدهم، انتم بما انه ما عم تشتغلوا مثل ما كنتوا تشتغلوا قبل، وبالتالي لا مدخول اليوم، كيف بعدكم عم تقدروا تأمنوا معاشات الموظفين المتبقين؟ اول شيء قد ايه نسبه الموظفين اللي فلوا؟ هي واحد. اثنين، كيف بعدكم عم تأمنوا رواتبهم، ولاي متى حتضلكم قادرين تأمنوها؟ هلا الفلو بين 20 ل 30%، بين 20 و 30% ناس اللي فلت من لبنان. اذا ضلت مثل ما هي الحرب ومكفيه، عندك شهرين لثلاث اشهر ماكسيموم فيهم يضلوا المحلات، خاصه ببيروت لانه ما في عالم عم بيجوا. الساعه 10 بالليل بتلاقي كل المحلات سكروا لانه ما في حياه، وطبيعي ما في حياه مع كل الدمار اللي عم بيصير. ولا قد ايه فينا نضاين؟ شهرين ثلاثه بنضاين. المدخول هذا هو ملحم الحي، يعني من اصحاب المؤسسات هن عم يدفعوا المعاشات، عم يدفعوا الاجارات، عم يدفعوا المطارات، كل هول المواضيع يعني المجبورين يدفعون ليضلوا مكفين. ونحن ولا ممكن نقبل نسكر محلاتنا، بدنا نضلنا نحارب لنكفي، لانه انا دائما بقول انه بيروت ما بتموت، والقطاع السياحي والمطاعم هن اهم نبض للحياه ببيروت، بدنا نضلنا نقاوم لنقدر نكفي ما يعني نوقف. اذا ما خلصت هيدي الحرب باسرع وقت، ومثل ما عم تقول لي شهرين او ثلاثه ماكسيموم، قادرين تضلكم تامنوا ان كان الرواتب، وان كان تدفعوا الاكلاف التشغيليه، وان تستمروا شهرين او ثلاثه، وبالتالي اذا ما وقفت الحرب حنكون امام كارثه حقيقيه، امام كارثه كثير كبيره. انا بعتقد 50% 60% من المحلات بتسكر، لانه مش قادره تكفي مع كل هالاوضاع والاقتصاد اللي ما عم نقدر نكفي فيه. كل مرة عم نعمل مشكل، صرنا مشكل جديد، صرنا 5 سنين القطاع السياحي بيقوم من مشكل بيرجع على مشكل تاني، بيقوم من مشكل بيرجع على مشكل تاني. ف يعني صعب لكل العالم، صعب، وبدنا نجرب نضلنا ضاينين، إن شاء الله تخلص الحرب قريبا ونرجع العالم على بيوتها، ونساعد العالم يرجعوا يفتحوا محلاتهم لنرجع نمشي العجله الاقتصاديه. ان شاء الله يا رب، هيدا اللي بنتمناه. اكيد تخلص وتوقف الحرب باسرع وقت ممكن. امين سر نقابه المطاعم اتيان صباغ، انا بشكره كثير على كل المعطيات وكل المداخله اللي اعطانا اياها. طبعا التداعيات كارثيه جدا مشاهدينا، ان كانت خسائر ماليه وان كانت خسائر بما يتعلق بالموارد البشريه الموجوده بقطاع المطاعم. هيدي كانت الاجواء، على امل انه تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن لحتى نحد من الخسائر ونحد من الكوارث المتعلقة بالقطاعات، مختلف القطاعات وأبرزها قطاع المطاعم. أنا بشكركم على حسن المتابعة، كان معكم محمد زهوي والزميل محمد كراكي من خلف الكاميرا.